بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا كابتن خالد، انا مش عايز اقعد نتكلم عن ماتش الاهلي والاسماعيلي كتير، فاحنا احنا نتكلم عن الزمالك الافضل. الزمالك انت دلوقتي في حاله، ما انت عايز تنافس شريف بقى. ما هكمل لك اهو، هكمل لك. انت من الاساس، انت دلوقتي انت عندك فرقه بتكسب اخر 5 مباريات، بتكسب اخر 8 مباريات، ما تخسرش خالص، تمام؟ وفرقه خلاص يعني زي ما انت سمعت كده بتقول فيها في غيابات كتير موجوده عندك وبتكسب برضه. انت خلي الامور الثانيه بقى لاداره النادي. يعني اعتقد ان مصطفى منصور بينجح في دي، ينجح في التعامل مع اتحاد الكوره، ينجح في التعامل مع رد فعل الاعلام. انا وجهه نظري كده، وبينجح فيها لما حصلت ازمه القيد، حل الازمه دي بشكل قوي جدا، ماشي مع الاعلام. اي زي ما شفنا في فيديو من يومين، في حاجات بيفلغ بيطلع بيرد على كل صغيره وكبيره. طب عمر، ممكن اسالك سؤال؟ قول لي. انت راجل كنت حكم حلو، وكل اصحابك الحكام كلهم صحابي، صحابك، وانت داخل في البوتقه دي وعارفهم، عارف شخصياتهم، عارف تفكيرهم، عارف بيفكروا ازاي، عارف ماتشات الاهلي والزمالك بالنسبه لهم ايه غير الماتشات التانيه. حاجه شهاده قدام ربنا، الحكم اهم حاجه عنده يحكم ماتش اهلي وزمالك ولا لا؟ اهم حاجه ايه؟ يحكم ماتشات للاهلي والزمالك ولا لا؟ يعني. طبعا حكم، بص ولا حاجه، اي حكم في مصر يقعد يحكم 100,000، وفي حكم شهير جدا يعني كان بيحكم ماتشات بتروجيت وامبي وحاجات كده ولا حد يعرفه، هو صاحبي جدا. قلت له لك حاجه، من سيبك من القصه دي، لا تحكم اهلي وزمالك، ما تحكمش. طيب. هي كوره كده، ولما عمل كده بقى حكم شهير جدا. طب نمره 2، نمره 2 ماشي، هل الحكم بيعمل حساب انه لو غلط في حق النادي ده هيتوقف لمده سنه ما يحكملوش؟ اه بيعمل حق ربنا. اه طبعا. طيب نمره 3، هل الحكام حصلت حكم اخطا ما لعبش خالص السنه دي، هل الحكام بيعملوا حساب لتحليل التحليل اللي بيشوفوه على التلفزيون لكابتن سمير عثمان، احمد الشناوي، قناه الاهلي، قناه الزمالك، وات ايفر، يعني بيعملوا حساب لانه عارفين ان التحليل اكتر هيكون لماتشات الاهلي والزمالك، نمره 1 الاهلي ونمره 2 الزمالك، بيبرز الاخطاء؟ لا مش كده. في التحليل الحكام ما تعملش حساب، الحكام هي طبيعي عندها ضغط في الزمالك. الحكم بيبقى نازل عارف عنده ضغط، وعارف شايف مش مصطفى منصور في الصوره، مش هسيبه، خالد غندور مش هسيبه، التحليل مش هسيبه، دي كلها ضغوط عليه. لا بس في حكام زمايله يعني كابتن احمد الشناوي مثلا. ما انا اكملك اهو. لكن المحللين هم اللي عندهم حسابات. بمعنى؟ لا بمعنى كبير جدا. بمعنى ان انت في واحد بياخد باله ان هو بيحلل اللعبه دي على الاهلي او على الزمالك، عارف ان هو لو قال رايه اوقات، لو عارف واثق من قراره ان هو صح، ممكن ما يقولوش. انا بقول لك على مسؤوليتي، ممكن ما يقولوش يعملوا مشكله. طيب بيخاف من جماهير النادي. طيب هل الحكام في مصر عندهم انتماءات؟ يعني العاطفه ممكن تحركهم او بعضهم؟ العاطفه ولا الخوف؟ لا الخوف اكتر. الخوف اكتر. الخوف اكتر. الخوف اكتر. اه الخوف اكتر، ودي بتحصل في حكام كتير جدا. وهقول لك على حاجه، في حكام بوقع بس مش هقولها على الهواء، بيخطا في الشوط الاول في مباراه يعوض في الشوطين، بيقولوا انت لخبطت الدنيا، يبتدي يعدل الدنيا، بتبوظ منه، بيزود اخطاء زياده. الزمالك قرر عدم لعب اللقاء يوم الخميس القادم الا بحكام اجانب، ده قرار سليم 100%. قرار سليم 100%.